بسم الله الرحمن الرحيم. صلاه وسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله حبيباتي راكم كامل بخير، وهذا الفيديو يلقاكم كامل مهنيين. اليوم راح ندير معكم اكله خفيفه ظريفه تاع لي فاست فود في 10 دقائق من فات تكوني وجدتيها لوليداتك. هنا في المقله تاعي واش درت؟ حكمت زيت زيتون، حطيت زوج مغارف منه، ومن بعد لهنا كنت قطعت بصله هكذا شرائح صغار، احكميها وقليها، قليها شويه حتى تدبال لك، ومن بعد زيدي عليها شويه تاع المعدنوس. هنا احكميها قليها برك شويه برك. هاد الاكله تجي خفيفه ظريفه تمتم توجديها، خاصه هكذا كي تحبي تبدلي الوليدات يتوحشوا الماكله هكذا تاع برا، تمتم راح توجديها. انا قلت لكم زدت عليها شويه تاع المعدنوس بعد ما دبلت شويه البصل، زيدي خلطي هذاك المعدنوس مع هذاك البصل، ومن بعد لهنا بداي تبلي. التبيله تاعها عندك غير لهنا الفلفل الاسود، ثوم بودره، وشويه تاع القزبر والملح. هذا ما كان، انا هنا ما درتش فلفل اسود، درت غير ثوم بودره والقزبر، وزدت ثاني الملح. زيدي خلطي هكذا شويه برك، دائما كل ما تحطي حاجه لهنا قلي. ومن بعد حكمي بويطه تاع الطون، راكي تشوفي فيها لهنا، نحي لها هذاك الزيت طون هنايا تاع لاصوص طوماط، نحي لها هذاك الزيت وزيديها. هنا لازم تقلي مليح مليح الطون تاعك باش تنحي له هذوك المواد الحفيظه اللي فيها، خير من كي تمديه لوليداتك هكذا، باسكو الاشياء المعلبه هذه دو بريفيرونس نيفيتيوها، ولا درناها لازم نقلوها مليح مليح. بعد ما قليت كامل هاد المكونات مليح ودخل طياب البصل تاعي، لهنا زدت شويه تاع الزيت تاع زيتون افيلي. هنا الكميه كيما تحبي حسب افراد العائله تاعك. في الاخير زدي شويه تاع الماء هكذايا باش ما يتحرق لك، باش ما يتحرقوش هذوك لي زيبيس، وكملي التقليه تاعك حتى يطيب لك كامل البصل، ومن طون طون تاعك يندمج مع كامل هذوك العناصر. قلت لك اكله خفيفه ظريفه، يعني في ثواني تخدميها الافراد العائله تاعك. هنا زدنا شويه تاع الماء، دقيق ربع كاس تاع الماء، خلي حتى يطيب مليح هذاك البصل، وكسري عليه زوج حبيبات تاع البيض. قلت لكم هنا لا كونتيتي قيس افراد العائله تاعكم، انا لهنايا قيس زوج افراد تاع العائله، هذه الاكله يعني تكفي زوج افراد تاع العائله، واللي غورمون يقدر ياكلها وحده يعني تمتم. هنا خلطي هذاك البيض باش يدخل فيه مليح مليح، والصوره راهي توضح لكم كل حاجه. نار دائما تكون تحت المتوسط، وكي تحطي البيض زيدي لها وخليها هكذايا باش يندمجوا كامل هذوك العناصر. في الاخر كامل شويه تاع الفرماج، حكمي شويه فرماج غابي اي نوع عندك، وزيديه من الفوق سواء كان شيدار ولا تاع لي بيتزا ولا اي نوع عندك في الدار موجود تقدري ديري، ولا ما عندكش تقدري ديري شويه تاع بورسيون تانيك، ولا تاع واسمو هذوك اللي نديرهم في لي ساندويتش. وفي الاخر هذيك النتيجه. هنا كان راح للمقطع اللي قدمت فيها في الاخر كامل كيفاش خرجت الاكله، حطيتهم لكم هكذايا برك لقطات الصور، وراكم تشوفوا النتيجه كيفاش تخرج. ما شاء الله اكله خفيفه ظريفه في ثواني. نتمنى ان شاء الله لا فيديو يعجبكم، ابقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.